الأستاذ محمد الألفي، بداية نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين الكرام. ما يحدث في مصر جنوح هذه الحاويات البنمية عن طريقها في ميناء السويس أثرت بشكل كبير على أحد أهم طرق الملاحة حول العالم، وأثرت أيضا على الاقتصاد العالمي. الحقيقة حضرتك يعني عشان ندي رقم واضح، ما بين 11.5 ل 12.5% من تجارة العالم بما فيها النفط وشحنات النفط والغاز تنقل عبر قناة السويس ذهابا وإيابا، وبالتالي لك أن تتخيل حضرتك مدى حجم أهمية توقف الشحنات أو تعليق الملاحة مؤقتا لحين تعويم هذه الباخرة، وهي أحد أكبر البواخر في العالم الحاملة للكونتينرات اللي هي إيفرجرين، وبالتالي تأثر في سلاسل الإمداد. أنت عارف حضرتك مع الجائحة الآن سلاسل الإمداد معظم شغلها إلكتروني على التجارة الإلكترونية، ده غير إمدادات النفط والغاز، وبالتالي أي تأخير هيحصل عليه تراكم في خط سير الملاحة الدولية، هيحصل عليه ضغط على السلاسل التجارية وتوريداتها وأموالها وتدفقاتها النقدية القادمة، وربما يعرضها إلى غرامات. النقطة الأخرى إمدادات الطاقة العالمية، الجزء اللي يعني احنا شفنا ارتفاع أسعار أسواق النفط والغاز بحدود 4%، وبالتالي ده رقم يعمل خسائر على الدول المستقبلة لهذه الشحنات أو التي تتعاقد الآن. النقطة كمان شديدة الأهمية هي مسألة حتى بعد انفراج تعويم الباخرة اللي هي لسه محاولاتها جارية حتى هذه اللحظة، هيحصل تكدس في مسائل التفريغ وخدمات الشحن والتفريغ في الموانئ اللي هتستقبل كمية بواخر نعم، غير طبيعية، وده هيعمل ضغط حتى على مسائل استقبال القدرة، هيبين قدرة وصلابة مدى هذه الموانئ وإدارتها في استقبال عدد كبير طبعا من البواخر والشحنات الكبيرة. طبعا طبعا، كل هذه الأرقام أولية، لأن الخبراء يتحدثون عن أسابيع قد يستغرقها هذا الأمر من أجل تعويم هذه الحاويات. لما نتكلم على الحاوية طولها 400 متر وعرضها حوالي يعني يزيد على 60 متر، فالنهاردة هي لما جنحت بالعرض أغلقت أحد الممرات، ولكن ممكن يعني تقديم طول أربعة حلول. ملاعب كرة قدم. نعم صحيح، وبالتالي هي أغلقت الشريان اللي هو كان تم تعديله، اللي هو تم إضافته في الفترة الأخيرة لما اتعملت الذهاب وإياب قناة السويس، ولكن احنا يعني على الاقل انه انا اتصور ان هيئه قناه السويس هيئه قديمه وعملاقه وعريقه في الاداره، اتصور انه هتقدر تشتغل بالفكره القديمه اللي هي لغايه ما يحلوا المشكله بفكره قافله الشمال وقافله الجنوب، اللي هي يعني لحد يدخل قافله تيجي من بورسعيد تعدي على القناه تعدي السويس للبحر الاحمر والعكس من البحر الاحمر حتى بورسعيد، ده هيبقى فيه شويه من نوع من التاثير شويه، لكن الامور ممكن تدار بهذه الطريقه، ويعني مش اول مره تحصل بسبب سوء الاحوال الجويه. طيب أستاذي، هناك من طرح فرضية بأنه ربما يكون الأمر ليس فقط بسبب الأحوال الجوية، ولكن يكون هناك عامل تدخل في جنوح هذه الحاويات، خاصة وأن أسعار النفط كانت تنخفض إبان الإغلاق الأخير بسبب كورونا، وساهم هذا الحدث في رفع أسعار النفط. هل تذهب مع هذه الفرضية؟ هو طبعا الحادث تسبب في رفع اسعار النفط، وانا لسه قايل لحضرتك بحدود 4%، وربما اذا طال الامر شويه ترتفع اكثر، ولكن هي مساله انه تحدث مدبره لرفع اسعار النفط، اعتقد يعني لا احد يغامر بسمعته وبكيان زي هيئه قناه السويس وبالتجاره العالميه، نتكلم على تجاره دوليه حضرتك، وقناه السويس ممر دولي ليست ممر محلي فقط، وصحيح بيمر من الارض المصريه لكن قناه دوليه وتحمل تجاره دوليه، يعني في مسؤوليه على الدوله المصريه، فطبعا مساله ان حد يفترض انه لا ده ممكن يكون مدبر، انا يعني ما اذهبش الى هذه الفرضيه، ولكن انا فعلا متفق مع انه اذا طال الامر هيرتفع امدادات الطاقه من اكثر من 4% الى ما يزيد، طبعا انت عارف ان في الديلي التامين على الشحنات ارتفع دلوقتي، اسعار الشحن ارتفعت، اسعار النقل ارتفعت، في كارثه حتى لدى شركات الشحن العالميه. الامر مش بس على جنوح سفينه، الامر مرتبط، وده يبين اهميه قد ايه مدى ارتباط قناه السويس
بالملاحة العالمية، بالتجارة العالمية، بشركات الشحن، بشركات التأمين، بالموردين، بالمستوردين. لا، الأمر يعني ربما يكون الحادثة دي أوضحت للعالم مدى ارتباطنا كلنا ببعض، مدى خطورة الأمر، ومدى خطورة حتى لما كنا إحنا بنتكلم في مصر عن ضرورة تأمين البحر الأحمر عشان خطورة على الملاحة في قناة السويس، ربما كان البعض لا ينصت. نعم. اليوم من عمليات إرهابية كانت عند مضيق باب المندب ومن الحوثيين وإيران، كنا بنتكلم على المخاطر دي. اليوم ما حصلش إن الإمدادات توقفت أو البواخر توقفت بسبب هذه العمليات، لأن موجودة البحرية المصرية والبحرية السعودية وأساطيل دولية لحماية الملاحة الدولية، ولكن بس تخيل حضرتك فقط جنوح سفينة ماذا أحدث في العالم. نعم. يعني في هذا الظرف، ظرف قاسي جدا، ولكن أنا متصور أنه حتى هيئة قناة السويس يعني بتعمل جهد ضخم جدا لحل هذه المسألة، وفي شركات دولية تدخلت للمساهمة في حل المسألة وتعويم البقائع. نعم، الخبير في الاقتصاد السياسي أستاذ محمد الألفي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك والسادة مستمعينك الكرام.